دائما أيها الإخوة يمكن، لا أقول يزعم، أن يقرر أن أبشع درجة يمكن أن يتمثل بها التعصب السني تناظرها تماما وتعادلها أبشع درجة يتظهر فيها التعصب الشيعي تماما. عجيب، يعني أكثر السنيين تعصبا، لا أحب أن أذكر اتجاهات حتى لا أسوء لأحد، يساوي ويعادل تماما وجهان العملة واحدة أكثر المتشيعين تعصبا. بمعنى نقول له هذا قريبك، قريبي هو أعدى أعدائي، هو أقرب أقربائك. المشمولات مختلفة، المتضمنات، الموضوعات مختلفة، لكن البنية واحدة، البنية واحدة، العقلية، المزاج واحد أيها الإخوة. لذلك ليتحول هذا بقدرة قادر، وهذا صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً، ليتحول هذا الشيعي المحترق إلى سني محترق أيها الإخوة، سيظل محترقاً بنفس الكيفية، وسوف يعادي الشيعة بنفس الكيفية الشرسة، مع أنه بالأمس كان أي شيعياً. رأينا هذا في بعض المتعصبين من السنة الذين صاروا شيعة أو العكس أيها الإخوة. شيء عيب، لم يتوسط، لم يصبح مقرباً أبداً. البنية واحدة، البنية واحدة.